هاي لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا، صار وقت فقرة ميد ان لبنان لليوم، ضيف جديد ومثل العادة برودكت جديد رح نحكي عنه أكيد مصنوع بلبنان 100%. ضيفتي رح تكون معي عبر ويبكس، ما أنا موجودة معنا بالاستوديو، واسمها رمونا صفا، رح تخبرنا شوي عن رويناز اللي هو البرودكت اللي عم تعمله الهوم ميد فيجن فود. لكل الأشخاص الفيجن، واليوم صار في كثير عالم فيجن وعالم ما بتحب اللاكتوز وما بتحب الحليب، بس بنفس الوقت عندها حب للجبنة وللبنة، صار عندنا بديل اذا بدنا نقول معمول 100% بلبنان، ورمونا هلا رح تخبرنا اكثر عن هذا البرودكت. هاي رمونا. هاي باميلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. يعني كان بدنا اياك تكوني معنا بالاستوديو بس للاسف ما قدرنا نكون اليوم مع بعض، بس اكيد نحن بدنا نخبر المشاهدين عن رويناز وبدنا نخبرهم شوي اكثر عن البرودكت اللي عم تعمليه. أكيد. ثانك يو كثير على الاستضافة باميلا. خبرينا شوي أكثر عن البرودكت، كيف طلعتي بالفكرة؟ ليش بلشتي بالفيجن فود؟ وقديش إلك مبلشة؟ خبرينا شوي أكثر ذا ستوري بيهايند رويناز. أوكي، رويناز نحن بلشنا الفكرة تقريباً من 4 شهور لـ6 شهور. أوكي. بلشت الفكرة معي مع ابني أكثر شيء لأنه كان فيجن. سو كنت عم فكر كيف اقدر لاقي له البست تشويس تياكل على البريكفاست وتياخذ على المدرسه معه. وبلشت فتش على ريسيبيز وبلشت اعدل واعمل تيستينج لحد ما طلع معي تيستينج على برودكتس للبنه معموله من اللوز وجبنه كاجو. هدول كنت بعمله هن على السكول. اوكي، سو كان عندنا كم برودكت اذا بدنا نقول؟ اوكي، في عندي تقريبا شيء 5 برودكتس. اوكي، رح نحكي عنهم كل واحد وانت معك اياهم، مع اللي رح تفرجينا اياهم لنشوفهم ونحكي عنهم اكثر. اوكي، رح نبلش باول شيء. اوكي، نحن كنا بالاول عم نعمل اللبنه كريمي. اوكي، والجبنه كريمي كنا عم نعملها، بس بسبب الوضع هلا والوضع الكهرباء والبرادات وهيك، سو عدلنا شوي الاستراتيجي تبعنا ولبناهم على لبنه مكعزله لانه بتضاين برات البراد تقريبا 6 شهور لـ12 شهر. سو عملت لاين جديد من اللبنه بس مكعزله بتضاين بالزيت اكثر. This is the product, this is the لبنه، almond لبنه، هي معموله من اللوز. معموله من حليب اللوز. من اللوز الرو، اللوز الحب. اوكي. سو عملنا هيدي الالموند لبنه، في منها على كذا نكهه. This is the original taste، اللبنه العاديه. شو هن النكهات اللي عم تعمليهم معها؟ وفي عنا اللبنه المكعزله يلي على حر. هيدا اكيد في كثير عالم بحبوا اللبنه المكعزله مع الحر، بتجي بس سلر اكيد عندك. وعندي اللبنه اللي على زعتر، اللبنه المكعزله على زعتر. سو هدول وفي منهم سايزز، يعني في عندنا السمول سايز اللي هو 250 جرام وفي السايز الكبير يلي هو 500 جرام. اوكي. سو اللي بيحب يقدر ياخذ الكبير. هدول لاين برودكتس اللبنه. اوكي. وعم بعمل كمان في عندي التشيدر تشيز، التشيدر تشيز معموله من الطحين، البيس تبعها طحين. في الكاجو بيزل سبريد كمان بيس كاجو، هي تشيز بيس كاجو على بيزل على حبق. وفي كمان تشيز الكاجو على بارسلي على بقدونس. هدول اللي هلا موقفتهم حاليا بس عم ركز على هدول. هلا انت موقفتيهم بس كرمال لانه مشكله الكهرباء، بس انت رح ترجعي تعمليهم بعدين. هدول بضاينوا برات البراد 6 شهور لـ12 شهر، كل ما هن محطوط الزيت فل عليهم للجار. اوكي، بضاينوا برات البراد. اوكي. وفي البرودكت الشوكليت، الشوكليت هو معمول من الدبس. اوكي، دبس وكاكاو شوكليت سبريد، هيدا شوجر فري. اوكي، وطعمته كيف الشوكليت؟ يعني بتحسي اذا اللي بيحب الشوكليت بتحسي بطعمه الشوكليت ولا اكثر ميال على الدبس؟
It's a chocolate spread, the same مثل الشوكولات اللي بتجيبيها من السوق، أكيد شوي بتختلف الطعمة، بس إنه it's a chocolate spread. وأهم شيء إنه ما فيه شوجر، ما فيه شوجر، هيدا كله من الدبس معمول، إنه زيرو شوجر. والبرودكت كمان، البرودكتس كلهم اللي عم بعملهم أنا عم بعملهم هوم ميد، they are organic. والحلو فيهم انه نحن بهمنا انه توصل for healthy lifestyle، يعني نحن انا عم بوصل المسج من هدول البرودكتس، وصل المسج انه بنقدر نكون healthy ونقدر ناكل برودكتس قريبه للبنه العاديه، يعني هدول البرودكتس هن dairy free. صح، راحت الكونكشن مع رامونا، هلا بنرجع نحن وياها، او انقطعت الكهرباء، يعني بدنا نتحمل الوضع، شو بدنا نعمل؟ هلا انا بكمل لحالي مع هولي. مثل ما شايفين البرودكتس تبع رامونا اللي كانت رجعت معنا، يعني كانت عم بتخبرنا انه عندها لبنه وعندها تشيز، جبنه ولبنه وشوكلت، عندها اللبنه المكعزله وعندها اللبنه السبريدبل اللي هي بالوقت الحالي موقفتها كرمال الكهرباء لما تنتزع، لانه كل شيء سبريدبل بده براد اكثر الوقت، فاللبنه المكعزله يعني بتضاين برات البراد اكثر. وزيت الشيء للشوكلت، الشوكلت اكيد ما بده براد بتخيل بما انه معمول من الدبس. وكله هوم ميد وكله اورجانيك. هلا اليوم العالم كله عم بتكون فيجن، عم نشوف انه العالم اللي عم بتصير فيجن عم اكثر من قبل، يعني كل ما عم بيقطع الوقت كل ما عم نحس العالم ما عم بتحب بقى ديري البرودكتس كل الوقت، اللي عنده مشكله اللاكتوز، اللي عنده مشاكل صحيه ما بتسمح له ياكل اشياء من مشتقات الحليب، عم يلجأوا للفيجن. بالقبل ما كان عندنا شيء بلبنان نقدر نستعمله، كنا نضل نروح على السوبر ماركت نشوف شو في ماركات اجنبيه مستورده من برا لنقدر نجيبها، وحتى اليوم هلا هول البرودكتس ما عم نقدر نجيبهم، واصلا ما عم يوصلوا لعنا على لبنان، فاكيد وقت نلاقي شيء بلبنان معمول وهوم ميد مثل اللي عم تعمله رامونا اكيد رح يكون ايديل. نكمل مع فون كول لرامونا، رح نكمل مع رامونا فون كول بما انه انقطع الاتصال عبر ويبكس، تتخبرنا شوي اكثر عن البرودكت. ومثل ما كنت عم بقول انه الاشخاص الفيجن اليوم عم بيقدروا يلاقوا البرودكتس بلبنان وكله معمول صناعه وطنيه، واكيد احسن انا بلاقي يكون واحد عم يشتري شيء صناعه وطنيه. حتى نشوف رامونا عم تسمعينا؟ ايه فاميلا معك. اوكي رامونا رجعت معنا بس اتصال مش ويبكس، فرح نكون عم نسمع صوتها اكثر. رامونا انت فرجيتينا مينلي كل البرودكتس اللي كنت عم بقول للمشاهدين، الجبنه واللبنه والسبريدبل شوكلت. صح مزبوط. اوكي سو كنت عم بسالك انا الشوكلت كمان بده براد مثل بقيه الغراض ولا كمان ولا بضاين؟ بداين برات البراد، يعني اذا انقطعت الكهرباء بيقدر يداين فيو اورز، لانه ما في برودكت كثير معقول تنتزع، بس انه برضه بده شوي براد اكيد. شو عندك برودكت جديد بدك تطلعي فيهم؟ يعني الواحد وقت يبلش بشيء هيك واكيد العالم رح يكون عندها اقبال اكثر، حتحب كثير، حتكون مبلشه بالجبنه واللبنه وبدك تكملي بشيء جديد، عندك شيء فكره جديده يعني عم تفكري فيها او عم تشتغلي عليها؟ اكيد باميلا، نحن عاملين استراتيجي وعاملين بزنس بلان. في اللاين، كنا عم نفكر باللاين الشوكليت نوفره اكثر، يعني مثل ما عم بوسع اللبنه عملت منها كذا نكهه، الشوكليت كمان عم فكر اعمل منه البلان انه ينعمل منه على كذا نكهه، يعني معقول يكون في شيء على قرفه، معقول يكون في شيء على اورنج، على ملح. اكيد الشوكلت كله بيمشي، شو ما عملت نكهه مع الشوكلت اكيد حيكون في اقبال عليه، يعني كل ما تكبري ذا فاميلي اوف شوكلت كل ما احسن. صحيح، والحلو انه شوجر فري كمان. اكيد اكيد، يعني اليوم عم نحكي كله شوجر فري، دايري فري، هيدي طريقه الاكل الجديده اللي العالم عم تتبعها، اللي انا بالنسبه لإلي مانا غلط ابدا. كل شيء ان مودريشن منيح، واللي عنده مشاكل صحيه ما بيقدر ياكل كل شيء من مشتقات الحليب، هذا هو البديل، وحتى الطعمه عم بتكون اطيب، يعني انا بلاقي اوقات الطعمه كثير طيبه، فما يعني 100% يعني مثل اللبنه الفاملة ما كثير بتفرق عن اللبنه العاديه، هلا البقيه الاشياء مثلا اوكي شيء جديد بيكون بس طعمته طيبه كمان. نعم. والحلو انه كمان انه هذا الشيء
بأول ما ناعم فيه فوائد عم نحكي عن بيس لوز وكاج وكله هيدا كتير كتير بفيد الصحة وحتى بفيد كتير مرضى مثل عنده مشاكل صحية صحيح. مثل عنده سكري الضغط القلب هدول كتير مفيدين لإله صح رمونا في شيء كنت عم تخبريني قبل عن هذا البرودكت عن رويناس شو عم تعمل بالبروفيت عم تعمل شيء مهضوم فخلينا نخبر كمان المشاهدين عنه ايه اكيد نحن من محبي الطبيعه وبنعرف انه الطبيعه عم بتقدم لنا كثير فبنحب نقدم بالمقابل we want to give back to nature فكنا حابين تكون part of the profit انه نزرع ارضي يعني وين بنقدر نزرع اول شيء عن التارجت حيكون محميه ارض الشوخ حلو كتير واي محلات ثانيه كمان بنقدر نزرع فيها ارض كمان رح تكون اون ذا ليست اوف للبلان تبعنا اوريدي بلشتوا اوريدي بلشتوا بالزرع يعني صرتوا لهلا بعد نو بعد ما بلشنا هذا البلان ل يعني فيري سون اوكي within the coming 6 months خلينا نعرف فيها هالشغله بركي كمان نرجع بنفرجي حلقه جديده كيف عم نزرع هالشجره لانه كمان لبنان بحاجه اليوم لشجر جديد بما انه عم يروحوا الشجر بدنا شجر جديد فخلينا قد ما فينا نرجع نحسن شوي بهالطبيعه ونحمي هالطبيعه اللي عنا اياها الطبيعه الحلوه روينا برودكت كتير حلو والبرودكت لبناني أكيد رح يكون ناجح لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا واللي شافوا البرودكت عبر ويبكس وعبر رامونا اللي خبرتنا عنه فيكم تتواصلوا معه عبر إنستغرام رويناس وهذا هو الإنستغرام بيج رامونا رويناس كونشس فود اوكي على انستغرام وعلى فيسبوك على انستغرام وعلى فيسبوك بتفوتوا بتتواصلوا معها وبتعملوا الاوردر اللي بدكم اياه واكيد بتجربوا البرودكت ثانك يو سو ماتش رامونا انك كنت معنا على الاتصال وعبر ويبكس مشاهدينا هذا كانت فكرة ميدن لبنان لليوم انا بشوفكم الاسبوع الجاي مع برودكت جديد فاصل وبنرجع